السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم كسيوة يعني عصريه بهذا الثوب ديال القناضر، يعني بحال قندورانيت اصلا، ولكن هي بلاك ماين وكل باطو. كما كتشوفوا انا الثوب اللي عندي غادي نخدم به، هذا الثوب ما كاملش حتى جوج يعني العرض ديالو هو 42 سنتيم على 170 سنتيم اللي عندنا في العرض، في يعني ما كامل 2 متر في الطول ديال هاد الثوب، والعرض ديالو متر ونص. ضروري كما قلنا دائما هاد الثواب، هاد الثواب حاليا ديال الصيف الرطبين دائما كنفسدوهم في الماء، عاد كنشفوهم، عاد من بعد عاد كنفصلوهم. حيت علاش؟ راه عارفين اللي دائما كنقولها لكم في اي فيديو، راه الثوب مني كتخيطيه قبل ما ديري هذه العمليه راه كينقص لك في مع لافابور ديال المصبانه ديال المصلوح. يعني من الاحسن كديري هذه العمليه قبل ما تبداي الفصاله ديالها. حنا غنبداو الفصاله ديالنا. هاد الثوب كما قلنا عندنا متر و70 سنتيم، شديناه طويناه على 4، طويناه على 4 في العرض ديالو، خلينا الطول ديالو هو متر، يعني بحال طول الكسوه ديالنا هو متر ونص. العرض ديالها غيكون 42 سنتيم، ها هي 42 سنتيم، 42 سنتيم في العرض ديال الكسوه. يعني هذا العرض ديال الثوب اللي عندنا هو اللي غنخدموا به الجليل ديالنا. غنمشيو للجليل هو الاول، غناخذوا 3 سنتيم. دائما اي القناضر كلهم اللي كنخدمهم بالماكينه، اللي كنديروا له غلي بالماكينه، كناخذوا 3 سنتيم او 2 سنتيم حسب انتي. لكن انتي غادي ديري السورجي وتعاودي تثني الثنيه الاولى وتعاودي تثني الثنيه الثانيه، كتاخدي 3 سنتيم. الا كنتي غادي تاخدي غير السورجي وتثني ثنيه وحده، خدي غير 2 سنتيم. دابا كناخذ الطول ديال القندوره كامله. حنا عندنا الطول ديال هاد السيده هو متر و40 سنتيم، هنايا القياس ديال الثوب كامل هو متر و40 سنتيم، هو متر و40 سنتيم. ولكن حنا هاد القندوره ما غنشدوش هاد الطول كله، واخا القندوره غتكون طويله، غنشدو غادي ناخذو غير متر و28 سنتيم او 26 سنتيم بحال هكا. هانتوما غتعرفوا علاش خدينا غير هاد الطول بوحدو، لان هاد الشيء غادي نقصوه من الكول ديالنا. غادي نحيدو واحد 6 سنتيم او 8 سنتيم كلها بحال هكا 8 سنتيم، وغناخذو عاد غناخذو الكتاف ديال السيده هما 40 زائد جوج، الا قسمناهم على جوج 20 زائد جوج سنتيم هي 22 سنتيم، غناخذوها من هاد النقطه ديال 8 سنتيم بحال هكا بحال هكا. عاد كنهبطو غير بجوج سنتيم، وكناخذو هنايا 8 سنتيم، هنا 8 سنتيم، وكنهبطو هنا ب 6 سنتيم. يعني كنقورو هادي بحال هكا، هاد الموديل بغيت نقول لكم هاد الموديل ماشي ضروري هاد الثوب تخدمو به، اي ثوب عندكم رومي الكريب اي ثوب ممكن تخدمو به هاد الموديل، لانه ماشي ما كيحتاجش هاد الثوب. على حسابك انتيا بغيتي تخدمي بهاد الثوب، هاد الثوب ديال الملحفه او لولا تخدمي به ماشي مشكل، انما هاد الموديل راه عصري كيتخدم حتى بالثوب العصري. كما فين بقينا؟ بقينا ملي خدينا 8 سنتيم هنا وخدينا 6 سنتيم هنايا، من بعد غنهبطو بهذوك 2 سنتيم بحال هكا بحال هكا، وغنجيو هنا غنهبطو غير ب 12 سنتيم بحال هكا، 12 سنتيم هنايا 12 سنتيم، وغناخدو الصدر ديالنا. الصدر ديالنا عندنا الصدر هو 30 سنتيم، غادي نديرو 32 او 33. علاش؟ لان هذا الموديل فيه لاستيك لا في الكول لا في الصدر، دونك الى عرضنا مزيان بحال هكا. عاد كنهبطو حنا، يعني هذا الموديل فيه لاستيك هنايا، دونك لاستيك هو اللي غادي يجمع لينا الموديل حتى ياخذ لينا الحزام ديال، يعني غير يكون مزير على الحزام.
ما كاينش داعي باش تاخذوا قياس الحزام، غتهبطوا ديريكت لقياس الحوض وديريكت للجري يعني ديال. يعني حنا غنقوروا هاد البياسه بحال التركيز اللي عندنا بحال هكا، وعاد من بعد غنمشيو للحوض. كي قلنا الحوض كنعبروا شحال كنعبروا باش كنهبطوا للحوض، كنعبروا 12 سنتيم زائد 24 سنتيم هي 36 سنتيم، هي 36 سنتيم. وكناخذوا الحوض ديالنا اللي عندنا 33 سنتيم، نزيدوا واحد ديال الخياطه او جوج سنتيم ماشي مشكل على الدكتور لان باش يكون عريض هكا. وعاد غنديروا المسطره وغنهودوا بهاد النقاط بحال هكا، نهودوا الجليل، نهبطوا الجليل مرورا بالقياس ديال الحوض. دابا غادي نقطعو الموديل ديالنا وغادي تشوفوا كيفاش غايجي. غنطلعو في الجليل بجوج سنتيم من الوسط ديال الجليل، كنطلعو هانتوما بجوج سنتيم بحال هكا باش ما يبقاوش عندنا الجليل ديال الكسوه ديالنا طايحين. كما شفتو هادو هما، هادي هي الكسوه ديالنا وهادي هي الكول، ولكن حنا ضروري حنا غادي نزيدو واحد الكول واحد السميطات هنا في الكتف ديالنا باش نكملو التركيز ديال اللبسه ديالنا. هاد الثوب اللي يعني الثوب راه حدو قدو، يعني داكشي هو هاد القياس اللي عندكم هو اللي غيخدم لكم الموديل، هو هذا يعني هاد الثوب اللي شاطلينا من هنايا هو اللي غنخدموا به الكسوه السميطات ديال الكسوه. التركيز ديال هاد السيده هو 25 سنتيم، حنا خدينا 12 سنتيم هنايا، دونك باقي لينا 13 سنتيم باش ناخذوا 25 سنتيم. عاد كتشوف هانتوما الثوب اللي بقى لينا اشنو درنا ليه، طويناه على جوج بحال هكا، وعاود غنطوه على جوج بحال هكا لان عندنا جوج سميطات ديال هانتوما ديال اليمين وديال اليسار، جوج سميطات غادي نطوه على جوج بحال هكا. طوينا على جوج. دابا كي قلنا عندنا هنايا باش يكمل عندنا التركيز ديالنا ها هو 13 سنتيم، ها كنديروا 25 سنتيم بهذه الطريقه هكا. ها هي غنعبروا نطراسيو هنا، نعبروا شحال هنايا 13 سنتيم، ها 13 سنتيم ما نحتاجوهاش هنا. هنايا حنا السميطات غادي نديروهم طوال بزاف، واحد القياس غادي نقولوا لكم باش يجي، غنديروا فيهم لاستيك باش يجيو مكرشين هنا، غنديروا 26 سنتيم، يعني هنا باقي لي 13، حنا درنا 26 سنتيم. دونك هذيك 26 سنتيم شحال عندنا هنايا، شحال قدنا درنا 8 سنتيم، ومني هبطنا بجديك جوج سنتيم ها نتوما ملي كيهبط الكتف راه كيتزاد في هذا القياس، دونك ولا عندنا 9 سنتيم. حنا غنديرو 9 سنتيم هنا لان القياس قد الا مشى السورجي من هنا راه غيمشي من هنا، مشى الخياطه من هنا غتمشي من هنا، يعني عندنا خصنا القياس اللي كاين هنا دابا بلا خياطه بلا سورجي هو اللي غنحطو هنا 9 سنتيم. الا بغيتي ديريها مضوبله نتيا هاد يعني مطويه على جوج ديريها، حنا دابا عندنا الثوب وهو هذاك، هادشي اللي غيكفينا فيه غادي نخدمو به. غندير هنا عاوتاني 9 سنتيم بحال هكا، وكنقطعوها
هادو هما السميطات ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تجمع هاد الكسوه، كيفاش تخيطوها. كما كتشوفوا راه الكولباطو وزيد فيه القياس ديال اللاستيك. هانتوما السميطه كطويها على جوج، يعني عندك ديال الخلف والسميطه الاخرى حتى هي. دابا السميطات هما الاولين كنخيطوهم، من بعد السوجي ديال البياسه كلها كنخيطو السميطات، كنخيطوهم بلا لاستيك بلا حتى شي حاجه. عاد من بعد حنايا كنجيبو لاستيك، لاستيك كيدور لينا على كل شيء، يعني على الامام والخلف والسميطات كلهم، كل شيء هذا الكل كامل كيتجمع بلاستيك بحال هكا. كيبقى لينا كيبقى لينا هذا التركيز كيفاش غنخدموه بلاستيك. كتني هنا كتني واحد القياس معين اللي غيدخل فيه لاستيك من هنا لهنا، والشيء الاخر كيكون غير لوغلي. هاد التحتاني كيكون غير لوغلي، وهنا اللي كيكون لاستيك، يعني السميطه اللي كتجمع كلها بلاستيك، وهاد التراكز التحتانيين كيبقى لوغلي. من بعد اشنو كان كيبقى لينا لاستيك ديال هنا، لاستيك ديال هنا حسب الاختيار ديالك انت فين بغيتيه يكون بالضبط، غتختاري فين غيبدا. كاين اللي كيهبط غير شويه على الصدر ديالو وكيتراسي السطر الاول بحال هكا، وكتجمعيه بلاستيك، يعني لاستيك كتعبريه على كديريه على الدوره ديال الصدر ديالك او تحت من الصدر ديالك اللي غادي يجيك في القياس ديالك، هو اللي غديريه وغادي تجمعيه. يعني حنا شنو كنديرو، كنخيطو جهه وحده وحتى كنجمعو الجهه الاخرى، يعني كنعلمو هنا فين غيكون لينا لاستيك وكنخيطو كلشي، عاد كنخيطو الجهه الاخرى. يعني كتخلي واحد لي سباس بين لاستيك ولاستيك، جو سنتيمتر او 3 سنتيمتر حسب الاختيار ديالك، واحد أربعة صفوفة ديال لاستيك، وكتكوني كملتي الكسوه ديالك. كنتمنى هاد الدرس يكون عجبكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.